هزة أرضية تضرب لبنان صباح اليوم بقوة 15 درجة بحسب مقياس ريختر. شعر بها سكان العاصمة تحديدا وعانوا منها، وقد أسفرت عن حدوث أضرار عديدة ومهمة وعن وقوع 20 قتيلا و54 جريحا ومنهم بحالات خطرة جدا، إضافة إلى ذلك 15 من القتلى هم من تلاميذ مدرسة الليسي الفرنسية الكبرى المتواجدة في منطقة الأشرفية، ومنهم مدرسة اللغة الفرنسية ريتا حسيني. هذا كل شيء حتى الآن، سوف نوافيكم بآخر المستجدات. Un petit peu dans ce travail de reconstruction, que tu te mobilises. Ouais, pourquoi pas. C'est déjà propre. Le gars, venez qu'on aille à l'amphi. La lumière. Je pense que c'est par là qu'elle est.
Ladies and gentlemen, to those among you who are easily frightened, we suggest you turn away now. To those of you who think they can take it, we say, welcome to the madhouse.